محاضرتنا هذا الصباح لسيدة مختلفة تماما، لم تدرس ولم تكن معلمة في السابق، ولكنها غطت غالبية الوزارات في نيوزيلندا. فعلى سبيل المثال كانت وزيرة للتعليم ثم للطاقة، وانتقلت لوزارة المرأة، ثم لوزارة المرأة ووزارة الأخلاق ووزارة أخرى. تعددت الوزارات ولكن تبقى السيدة هي السيدة، وهذا دليل على مكانة المرأة وقدرتها للعمل سواء كان في المجال السياسي أو في المجال التعليمي. السيدة باتريشيا هيكيا باراتا، وهي وزير التعليم السابق في نيوزيلندا، لها قصة مع التعليم والحراك التعليمي في نيوزيلندا. ستتحدث عن قصتها في نيوزيلندا وكيف تطور التعليم ووصل إلى ما وصل إليه في نيوزيلندا. هي حاصلة على ماجستير في من جامعة هيكيا. يس. ثم أيضا استمرت في التعليم حتى حصلت على الشهادات العليا. أرحب بمعالي الوزيرة السابقة وأرجو لها إن شاء الله، وأتمنى لها محاضرة نستمتع بها تبحر فينا في عالم نيوزيلندا وفي عالم التعليم وقصتهم هناك. شكرا. The floor is yours. السلام عليكم. السلام عليكم. أنقل لكم التحية من جنوب المحيط الهادئ إلى جميع الحاضرين هنا في هذا المؤتمر الرائع. بداية أود أن أعبر عن امتناني للدكتور العسيمي، معالي الدكتور العسيمي ورئيس منتدى اللجنة المنظمة لمنتدى المعلمين الدولي معالي الدكتور المالك. وأود أن أشكر جميع ضيوفنا من المملكة العربية السعودية ووكلاء الوزارة الذين حضروا في هذا المؤتمر المنتدى الرائع. وأود أن أشير كذلك إلى أصدقائي من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتعليم للجميع. من خلال خبرتي في نيوزيلندا أود أن أقول أن أي دولة لها الحظ الرائع بأن يكون هنالك أن تتواجد منظمة Teach for All أو تعليم للجميع في دولتها، سيحظون بتجربة رائعة. إذن من الرائع أن يكون لدينا هؤلاء الشباب معنا لنتشارك المعارف ونكون شبكات التعارف ونساهم معا. وأنتم كمعلمين ومعلمات في المملكة العربية السعودية أشكركم جزيلا على وجودكم هنا ومشاركتكم، وعلى إبداء استعدادكم ورغبتكم في المشاركة، وعلى نهمكم لتكونوا مستعدين ومتعاونين ومشاركتكم للمعرفة واستفساركم واستقصاءكم للمعارف والخبرات التي عليكم أن تستخدموها في صفوفكم. أود أن أشجعكم لاستخدام هذا المنتدى كبذرة لتأسيس مجتمع محلي جديد لأنفسكم، لكي لتتذكروا أسماء زملائكم وزميلاتكم التي يمكنكم أن تتشاركوا معهم ومعهن قدراتكم وخبراتكم كمعلمين ومعلمات، وكذلك لتصلوا إلى المعلمين الحاضرين من التعليم للجميع الموجودين هنا ويشاركون معارفهم المتنوعة والواسعة. أشكركم جزيلا على شرف وجودي بينكم اليوم. اليوم سوف أتحدث عن ثلاثة أشياء، واتفقنا أنني سوف أنتهي مبكرا قليلا لكي نتلقى الكثير من الأسئلة بقدر ما يمكن. سوف أتحدث بداية عن مدى أهمية أن ندفع أنفسنا ونحمس أنفسنا في ثقافتنا وفي هويتنا وفي لغتنا. وسأتحدث بداية عن أربعة
عوامل استخدمتها في وقتي في برنامج الإصلاح الذي قدته في نيوزيلندا منذ عام 2011 حتى عام 2017. لذلك أود أن ألفت انتباهكم هنا أن عملي لم يكن في الحكومة فقط، أنا لدينا حكومة، كان لدينا حكومة جديدة في نيوزيلندا، وبدأنا برنامجا جديدا في التعليم، وسوف أشارك معكم الدروس التي استفدتها والمبادرات التي قمنا بتقديمها وبعض النقاط الأساسية التي أعتقد أنها مهمة بالنسبة للنظام التعليمي الذي نعمل على تحويله. وبما أنكم تقومون بذلك هنا في السعودية فلديكم، أعلم أن لديكم رؤية مصاغة بشكل جيد وهي رؤية 2030، ولديكم برنامج للتحول الوطني والذي يعتبره تحويل التعليم وتحسينه والارتقاء بجودة المعلمين هي من لبنته الأساسية، وكذلك وهكذا يجب أن تكون. هنالك دروس مستفادة وهذا ما نود أن نتحدث عنه. Hikurangi is my mountain. Ko Waiapu Takuawa. Waiapu is my river. جبل مدينتي هو هيكورانغي، بينما نهرها هو نهر وياو. قبيلة نورانجي هم شعبي. أنا من أرض السحابة البيضاء الطويلة نيوزيلندا. تحياتي لكم جميعا. هذه هي التحية التقليدية التي تقدم في نيوزيلندا والتي يقولها السكان الأصليون هناك، وأنا من السكان الأصليين، ونحن تقريبا 15% من نسبة سكان كبيرة، تقريبا أقل من 5 ملايين في نيوزيلندا. الأمر يصبح عادة في نيوزيلندا أنها تتبنى هذا التباين الثقافي لتقديم أنفسهم من خلال العلامات الأرضية التي تصف منازلهم والمناطق التي أو مواطنهم، وهذا يعود إلى الثقافة التي نرى فيها العالم والعالم يرانا من خلالها، وكذلك يسمح لنا بالتواصل بثقة مع الآخرين. لقد ترعرعت في هذه المدينة الصغيرة التي تسمى ريوتوريا، وهي في الجانب الغربي للجزيرة الجنوبية من نيوزيلندا، وبها سكان تقريبا 900 شخص. وفي إجازاتنا الصيفية الطويلة التي كان هنالك تقريبا 6000 شخص يحضر إلى المدينة، حيث يأتي الكثير من الناس في إجازة الصيف ليتواصلوا مع عائلاتهم البعيدة وليشاركوا في القصص وفي الأغاني والأهازيج والتقاليد التي تشكل ثقافتنا، لكن بصورة أساسية لنضمن أن نبقى محافظين على ثقافتنا وهويتنا و لغتنا. وهذه صورة لمدينتنا قديما، ولكن أؤكد لكم أن لدينا الآن سيارات تويوتا وهوندا وميتسوبيشي أحدث من ذلك، لكن ما زلنا نستخدم الخيل كطرق للتنقل في المدينة وفي المناطق الريفية كذلك. في هذا الجانب لدينا هنا صورة بيت اجتماع أو مكان للاجتماع أو قاعة اجتماعات تقليدية، وهي في مدينة ماراي، ونجتمع فيها للاحتفال بأية شيء ذا أهمية بالنسبة لنا، سواء كان البلوغ أو الزواج أو وكذلك حالات الوفاة، وكذلك نجتمع فيها لنناقش القضايا الهامة التي تواجه مجتمعنا وتواجه شعبنا. وهنا نتحدث عن الأرض، ونتحدث عن المياه، نتحدث عن الفرص لشبابنا، ونتحدث عن التوظيف، وكذلك نتحدث عن التعليم. معذرة، هذا هو المكان الذي نشأت وترعرعت فيه، مكان صغير ريفي معزول وربما فقير، وأنا آتي من عائلة كبيرة بها 5 أولاد و5 بنات وقبيلة ممتدة من
أبناء العمومة من الجانب من الفئة الثانية والثالثة والرابعة وحتى الخامسة، وهكذا نأتي من هذه القبيلة. كيف انتقلت من هنا لأكون في واجهة الحكومة النيوزيلندية لأصبح واحدة من من مجموعة من الوزراء الذين حكموا دولتنا؟ لدينا هنا البي هايف، أو وهو اسم لمبنى الحكومة في نيوزيلندا، ويمكنكم أن تروا هنا أنه حديث جدا. البعض يقول أنه من الناحية الإحصائية مرض أم لا، ولكنه مقعد للحكومة. وعلى اليسار لدينا هنا مبنى البرلمان القديم. على أي حال، فإن هذين المبنيين هي أو استخدامهما هي استعارة لكيفية استخدامنا أو استعادتنا لهذا الإرث والتاريخ الذي موجود لدينا، وأن يبقى مناسبا لاستخدام مع المحافظة على هويتنا الثقافية لمواجهة التحديات، وكذلك إتاحة الفرص للتواصل والنمو معا. كيف يمكننا أن نقوم بكلا الأمرين في آن واحد؟ الإجابة بالنسبة لي هي أن الجسر الذي يجب أن نستخدمه هو التعليم. حصلت على تعليم قليل عندما كنت في المجتمع المحلي، وغالبا كان أغلب تعليمي في هذه المدينة الصغيرة. كان لدي جودة في التعليم، كان لدينا وكان والدي يشاركاني في تعليمي وتعليم أخواني وأخواتي، وكنت جزءا من مجتمع كان يضع على عاتقي توقعات كثيرة علي وعلى عائلتي وعلى أبناء عمومتي. وكجسر لمدينتي لأصل إلى وزارة التعليم، كان هذا الجسر هو التعليم. هذه هي القوة وهذه هي الكفاءة والثقة لعبور ذلك الجسر، كان يدعمها معرفة من أنا، لأن هذا يعطيك القوة والطاقة لتذهب إلى أي مكان في العالم لتقوم بأي شيء تود أن تقوم به. معرفة من تكون ومعرفة بوصلتك ومعرفة كيف تقوم بالإبحار. إذن من خلال خبرتي، الأمر لم يتعلق فقط باللغة والهوية فقط أو التعليم من القرن 21، لا، يجب أن يتشارك في تقوية ودعم شبابنا وصغارنا. هنالك سكان متنوعون جدا في نيوزيلندا، وهذه صورة لبعض الطلاب في بعض الجزر. وعندما أصبحت جزيرة كأساس لعملي ولأدائي، كنا واضحين جدا بخصوص التحديات التي نواجهها بين المجموعات المختلفة التي تشكل السكان في نيوزيلندا. أنا أحببت كوني وزيرة للتعليم، وذهبت إلى وتقدمت لانتخابات البرلمان لأصبح وزيرة للتعليم، لأنني عرفت أنه بالنسبة لي وبالنسبة لأسرتي من الرائع ومن المهم جدا أن يكون لدينا تعليم نوعي جيد، فهو يتيح لنا الكثير من الخبرات والحلول. ربما لن نتخذ الكثير من الخيارات الصحيحة طوال الوقت، ولكن سيكون لدينا الكثير من الخيارات طوال الوقت. أحببت وقتي الذي كنت فيه وزيرة للتعليم، وكنت شغوفة بما قمت به في ذلك الوقت. وكلما دعيت لأتحدث في المدارس وسئلت ما هي النصيحة التي يجب أن أقدمها للطلاب، دائما ما كنت أقول: اختر شيئا تشعر بالشغف تجاهه، شيئا تحبه، لأن هنالك شيئان سيحدثان. أولا سوف تكون جيدا جدا فيه، الشيء الثاني سوف تكون شخصا لطيفا ليكون الناس حولك، لأنك ستكون سعيدا لأنك تقوم بما تحبه. لست متأكدا إذا ما كانت هذه النصيحة هي النصيحة التي يريدها أغلب أولياء الأمور من وزيرة للتعليم، لكنها بالتأكيد كانت هي الوصفة السحرية في حياتي، وأردت أن أمررها لغيري. مرة أخرى، هذا يعتبر تعبيرا عن اللغة والثقافة والهوية. لقد أنهينا المشاركة في مهرجان ثقافي مؤخرا في بلدي، وهو مهرجان ثقافي لبعض الرقصات التقليدية التي يقوم بها النساء. وفي الأعلى هنا لمن تابع منكم هذه الرياضة العالمية التي تسمى الرقبي، ستعرفون أن نيوزيلندا بالرغم من وجود فقط 5 ملايين كسكان لها، إلا أنها بطل العالم في هذه اللعبة الخاصة. وهذا يعني
أننا نقوم بما يسمى الهاكا، وهي كيف أن للثقافة الأصلية تم تبنيها كجزء من الثقافة الوطنية، لأنها تغذي وتثري الجميع. عندما نتعلم عن ثقافات الآخرين، وعندما نكون قادرين على الرؤية العالم من خلال عدساتنا وعدسات الآخرين، ونبدأ في فهم الفوارق الموجودة بين الشعوب، وعندها أنا أود أن أقول لكم أن ثقافتكم ومظهركم المميز ولغتكم الخاصة وأهازيجكم وأغانيكم مهمة جدا لأطفالكم ليستمروا ويواصلوا التعليم، بينما كذلك فإن اكتساب مهارات وخبرات وكفايات القرن 21 متطلبة كذلك للتعليم. الأمر ليس إما أو، ولكن هذا وذاك. عندما أصبحت وزيرة للتعليم، نظرت إلى تحليل ما هي العوامل التي كان لها أن تساهم في النجاح لزيادة الوعي والتعليم وتحقيق الإنجاز. وهذا التحليل كان به تقريبا أكثر من 100 عامل، وكان عملا يقودها البروفيسور جون هيتي، وهو المعروف، وهو قدم الاستشارات لحكومتكم، وهو يحظى باحترام كبير وقدرات رائعة ومعارف كثيرة. ونظرت إلى العوامل، وكان هناك عدد من العوامل ستحدث الفارق، مثلا مثل عدد طلاب في الصفوف، ولكن أقول لكم أنه من أقل العوامل تأثيرا. العلاقة بين المعلم والطالب والمناهج، هذه عوامل من بين العوامل التي تؤدي إلى زيادة الإنجاز والتحصيل، ولكن في النهاية فإن هنالك أشياء يمكن أن تكون أكثر أهمية لأقوم باختيارها كمحركات لبرنامج الإصلاح في نيوزيلندا لدينا. وأقول ولن يحدث شيء بدون دعم زملائنا في البرلمان وفي الوزارة، لم يكن عملي وحدي. لذلك هذه الأربعة هي الأهم. أولا التعليم، نوعية التعليم، القيادة عالية الجودة، مشاركة الوالدين، وتوقعات المجتمع العريضة من أبنائه. إذن جودة التعليم ونوعية التعليم. بداية أشكركم جزيلا، شكرا 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 لجميع المعلمين والمعلمات في هذه القاعة. أنتم من نثق بهم ونوليهم مسؤوليات القيام بهذه المهام الصعبة والمعقدة التي يقول الباحثون أنها تحقق التعليم وتحدث الفارق. لذلك بجديا وبكثير من التواضع أشكركم جزيلا على العمل الذي تقومون به. وفي القيام بذلك العمل، من المهم أن نتذكر أنه ليس وظيفة وليس عملا من 9 إلى 3 أو من 8 إلى 4 أو أيا كانت الساعات. إنها ليست وظيفة توجد فيها حلا واحدا يناسب الجميع، يحدث فيه شيء واحد لكل شيء، ويمكنكم أن تذهبوا إلى كتيب أو يدوي لتجدوا إجابة جاهزة لكل شيء. هذه ليست وظيفة، التعليم مهنة، وهو مهنة واسعة ونبيلة. ومن المتوقع أن يتفهم المعلمون والمعلمات جسد اللغة الذي يميز التعليم، وأن يكونوا قادرين على نقل وترجمة ذلك إلى تعليم الآخرين، الأطفال والصغار والطلاب الذين يتواجدون في الصفوف. إنه القدرة على تشخيص مهارات التعليم المختلفة وتحديد الاستراتيجيات التي ستعمل لكل فرد من الطلاب. وكما نقول أن هنالك تنوع كبير بين الطلاب، ونحن هنا من نقوم غالبا بمواجهة الغموض. كيف للطلاب أن لطالبين ابنين لنفس الوالدين أن يكونا مختلفين تماما؟ أنا أدرك الصعوبات التي تواجهونها، لأنه قد يكون لديكم 20 أو 25 أو 40 أو 46 كما سمعنا من الطلاب. في وقت عندما كنت وزيرة، عندما أثيرت هذه القضية، تعاملت مع بعض المعلمين وسألتهم كيف عندما كنت أنا في الصفوف الدراسية كم كان حجم صفي. أحد صفوفي كانت 42 والآخر كان 56 طالبا، وكان المعلم للصف 56 قال لي أنك بالرغم من ذلك أصبحت متعلمة جيدة، هذا يدل على أني معلم رائع. لذلك أوجه له تحية كبيرة. المعلمون هم الذين يبنون الأمة، فكروا في ذلك. أنتم لديكم مواطنون المستقبل في صفوفكم،
أنتم بطريقة تعليمكم وتدريسكم وفيما تدرسونه وتعلمونه وبطريقة تعليمكم ولماذا تعلمونهم، هذا يجسد القيم والكفاءات ونقاط التعلم والخبرات والمعارف التي تودون من هؤلاء الصغار أن يكتسبوها، وفي القيام بذلك أنتم تقومون ببناء أمتكم. مرة أخرى، هذه مسؤولية هائلة ولكنها كذلك ذات مردود هائل. التعليم يصنع السحر في الصفوف وفي خارج الصفوف وفي كافة أنحاء الدولة. المعلمون هم من يحدثون الفارق السحري، وكان لي الشرف كوزيرة للتعليم لأرى ذلك يتحقق في صفوف في كافة أنحاء نيوزيلندا، وأنا متأكدة أن هذا محق كذلك في السعودية وفي الدول التي تدرس التي يتواجد فيها المعلمون أو التعليم للجميع. مرة أخرى أشكركم جدا على ما تحدثونه من فارق. هذا ما أتيت لفهمه كغرض للتعليم، هو بهذه البساطة وبهذا العمق وبهذا التعقيد. التعليم هو إحداث عملية التعلم والتأكد من أنها قد تمت. التعليم هو إحداث التعلم والتأكد من أنه قد تم. هذا ما أعتقد أنه غرض التعليم والتعلم. وبالطبع من الحيوي جدا أن يكون هنالك قيادة نوعية عالية الجودة، لأن المعلمين يحتاجون إلى الدعم وأن يعملوا في نظام بيئي يعمل بفاعلية ويتجاوب مع ما يريدون فعله. وهذا لا يعني أنها قيادة المدرسة فقط، ولكن القيادة في المجتمع المحلي والقيادة في المجتمع ككل، ولكن كذلك قيادة التعلم وتيسير ودعم المعلمين ليكونوا أفضل ما يمكنهم أن يكونوا، وخلق الفرص والظروف والبيئة التي تمكنهم من التعاون، وأن يكون ذلك هو المبدأ في بيئة العمل. وبالطبع القيادة، قيادة الإصلاح المجتمعي، ومن الحيوي جدا أن يكون المعلمون والمدراء مشاركون في إصلاح أنظمتهم التعليمية، وأن يكونوا أجزاء من العملية وألا يكونوا فقط واصفين للمخرجات. من المهم جدا أن يكون هنالك مشاركة للأشخاص الذين يقومون بصياغة التعليم ليكونوا مشاركين وليتعاونوا وليقوموا بالتشاور فيما يتعلق بكيف يمكن للتعليم أن يعمل بالطريقة الأمثل لدعمهم. ومشاركة الأسرة، هذا مهم جدا، فالأسر تثق بالمعلمين وتثق بالمدارس وتثق بأنهم سيقومون بالأشياء التعليمية التي يشعر الوالدان أنهم لا يمكنهم أن يقوموا بها بأنفسهم. ولذلك فهنالك المعرفة والمهارات والقدرات والكفاءات والقصص والروابط بين الممارسات التي تمكننا من تحديد هويتنا وماهيتنا. هنا تعتبر المدرسة كامتداد للأسرة، وأن يكون التعليم أو أن نعلم كما يقوم في بعض الصفوف التي تقيم ما يريد الوالدان تعليمه وتتيح للأطفال شيئا ما أكثر عن هوياتهم وخلفياتهم. من المهم جدا للوالدين وللمجتمع أن يشجع التساؤل والحب الاستطلاع لدى الطلاب. ونعرف من الكثير من البحوث أن المدارس يذهب إليها الطلاب ويجدون أن الاستطلاع وحب الاستطلاع هو آخر شيء يستثمرونه ويتعاملون معه، وأن التساؤل والتحقيق لدى الطلاب هذا غير مرغوب فيه، ولكن بالعكس هذا ما نريده. وهنا يكمن التجديد والابتكار، وهو أن نأخذ المكونات وننظر إليها بطريقة مختلفة لنخلق وصفة جديدة. هذا هو الإبداع وهذه هي ريادة الأعمال، وعلينا أن نخلق الفرص التي والبيئة التي تشجع الصغار والأطفال ليكونوا متسائلين ومستطلعين. التوقعات العالية والتطلعات الكبيرة، انظروا لهذا الطالب يتوقع أنه يطير وهو لديه نهم للتعلم. نريد أن نتأكد أن لدينا تطلعات كبيرة للجميع من أطفالنا. الأطفال يعرفون ما هي التوقعات المنوطة بهم، ودائما ما يحققونها في الغالب. هذا يعني أننا إذا توقعنا منهم تطلعات صغيرة
سيحقق هذه التطلعات صغيرة أبناؤنا. أما إذا كانت تطلعاتنا كبيرة فسيعملون بجد كبير لتحقيق هذه التوقعات. لذلك من المهم جدا أن نعمل باستخدام لغة جسد ترسل رسائل أننا هذه اللغة لا يجب أن تكون تطلعاتها صغيرة، بل يجب أن تعبر عن تطلعات كبيرة لأبنائنا، وسوف يعملون بجد لتحقيقها. والبروفيسور جون هاتي قال أن الهدف الرئيسي للتعليم هو مساعدة الطلاب على تجاوز ما يعتقدون أنه إمكاناتهم. إذن لماذا؟ مع هذه العوامل ومع هذا البحث، ما الذي قمنا به في نيوزيلندا والذي أصبح كله وربما ليس أي منه لم يكن مفيدا؟ كان كل شيء مفيدا ومساعدا، وقد يكون بعضهم مساعدا في نظامكم في التحول التعليمي. بداية يجب أن نعرف ما هي حالة التعلم والتعليم ومدى الإنجاز لدى كل طالب كخط أساسي لنعرف ما هو الفارق الذي نصنعه. هذا بالطبع يعتبر أحد قيم الاستبانات التي قامت بها منظمة التعاون الاقتصادي والتعليم والتنمية والمنظمات التي ستساعدكم في القيام به، وكيف نقارن أنفسنا بالدول الأخرى وكيف نتشارك معها. يجب أن نعرف أين نحن الآن، وبعد ذلك نضع أهدافنا تجاه المشاركة والإنجاز. هذا يفتح أمامنا طريق. يجب أن نكون مشاركين في المدرسة لنحصل على الإنجاز، ويجب أن تكون المدرسة مكانا جاذبا للأطفال ليتواجدوا فيه، ليس مكانا يتهربون منه أو يعانون في الوقت الذي يكونون فيه، ويكون أفضل جزء من اليوم هو وقت مغادرتهم للمدرسة. لذلك وضعنا أهدافا وطنية وقمنا ببناء هذه التجارب، و قمنا باستخدام فرق لنعرف كيف نحدد الأهداف. ومنذ عام 2011 حتى عام 2015، هذا يعتبر ملخصا لهذه البيانات، وهذه بكل الأمرين، بالأرقام وبالنسبة المئوية، لأن الأرقام أصبحت حقيقية جدا، تصبح حقيقية للناس العاديين. تقريبا أكثر من 70% أو قول النسبة في المئة ليس بنفس القوة مثل قول مثلا 18 طالبا لديه صعوبة في كذا. الأمر ليس هذا أو ذاك، ولكن كل الأمرين مناسبين للاستخدام، النسبة المئوية والأرقام. على سبيل المثال، التعاون مع متوسط الأعمار ومع النوع الجنس ومع السكان أو المجموعة العرقية. كنت فخورة جدا للعمل مع وزارة التعليم للعمل بصورة واسعة، وأن نكون قادرين على المشاركة مع كل ولي أمر وكل مجتمع في نيوزيلندا فيما يتعلق بما نقوم به كأمة. نقوم كذلك بتحديد بالضبط أي طالب وأين يوجد هذا الطالب وما الذي يحتاجه من موارد ومتى يحتاجها. التعليم وزيادة التحصيل والتعلم هو شيء مهم جدا، وهذا الأمر مثلا بالنسبة للسيدات السياسيات مثلي عندما يتحدثون عن ذلك الكلام، ولكنه شيء شخصي وشيء فردي للطفل ولعائلته. ذهبنا لنعرف ما هو أي طالب يحتاج أي مساعدة ليحصل على أقل قدر من التعليم الملائم، وقمنا بعمل منتديات مجتمعية محلية لنحصل على التغيير المطلوب، وقمنا بإشراك أولياء الأمور، وقمنا بزيادة نوعية التعليم والقيادة، وقمنا بتحقيق ما نتحدث عنه ليس فقط كلام، وقمنا بالاستفادة من الخبرات والمعارف المتاحة لدينا. ولدينا هنا تحذير بسيط، المشورات قد تزيد الكثير من القيمة، لكن زيادة القدر من الاستشارات قد يقف في طريق التغيير الناجع، وأنا أقول ذلك بكوني مستشارة. استخدموا الخبرات والتجارب والمعارف والأدلة المتاحة، لكن كونوا اختياريين وانتقائيين فيما يتعلق بمقدار المشورة الخارجية التي ستستخدمونها في ذات الوقت، لأنه من المهم جدا أن يكون لدينا إصلاح سلس. قمنا بالاستثمار في كل مدرسة لمدة 24 ساعة في كل يوم من الأسبوع، واستخدمنا المدارس، وقمنا بتحديث المباني القديمة، مدارس جديدة وهياكل
والهياكل الجديدة لا تقوم وحدها بإحداث التعلم والتعليم والتحصيل، ولكن هنالك بيئة أفضل بكثير للمعلمين يجب أن يعملوا فيها، تتوافر في هذه المدارس ليقوموا بإحداث السحر الذي تحدثت عنه سابقا. هذا ما قمنا به بصورة سريعة، قمت بتقديم هذه المنتديات والكثيرة، وأولها هو منتدى الجامع للوزارات لزيادة الوعي لدى المعلمين والطلاب، وقمنا بجمع أصحاب المصلحة من المجتمع المحلي ليجتمعوا معا. وبداية كان لدينا 4 على المستوى الوطني، وقمت باستضافتها لمعرفة مدى أهميتها. وأول اجتماعين كانا صامتين صعبين، لم يرغب الناس في التحدث مع بعضهم البعض، لم يكونوا مرتاحين في العمل مع بعضهم البعض. وهؤلاء الناس الموجودون هنا كما ترون كانوا قادة للتعليم والمدارس وأولياء أمور ومعلمون ورجال أعمال ورجال شرطة وعاملون أخصائيون اجتماعيون وأطباء، وكل من كان له دور في نوعية التعليم والتعلم والمجتمع المحيط بالمدرسة. أشركنا الجميع ليكونوا جزءا من هذه المنتديات المتعددة أو التعددية، وقمنا بتوسيعها لتشمل كل مناطق الدولة بإجراء 4 منتديات كل سنة، ليكون لدينا 44 من هذه المنتديات التي قمنا بها، وكانت طريقة للحصول على معلومات جيدة وخبرات جيدة فيما يتعلق بكيفية قيامنا بما نريد أن نقوم به. قمنا كذلك بإطلاق هذه المبادرة الرائعة، وهي المجتمعات التعليمية. سوف أمر سريعا لأوفر بعض الوقت للأسئلة. قمنا في هذه المجتمعات بإدراك أنه بينما ينظم النظام نفسه إلى قطاعات الطفولة المبكرة، الصفوف المبكرة، الصفوف الأساسية، المتوسطة، الثانوية المتقدمة والعليا والجامعة بعد ذلك، هكذا يتم تقسيم النظام التعليمي لدينا. لكن التحدي الكبير هو أن هذا النوع من النظام موجود منذ بداية القرن العشرين، ونحن نحاول أن نقدم تعليما لأطفال من القرن 21. لذلك فإن مجتمعات التعلم ما كان عليها أن تقوم به هي أن تنظر إلى إجمالي مسار التعليم للطالب، وأن يكون أن يقوم البالغون بالتعامل مع الانتقالات بين الانتقالات المختلفة في مراحل التعليم. نعرف أن الانتقالات هي الأماكن ذات العرضة أو الأماكن العرضة للخطر، أو أحيانا لا يتنقل فيها الطالب بشكل جيد. هذه المجتمعات، مجتمعات التعلم، تم إنشاؤها في جميع أنحاء نيوزيلندا باستخدام بيانات لنقول كيف يمكن لهذا الطفل بعينه في هذه المدرسة بعينها على هذا المسار بعينه كيف يبلي، وما هي الأدلة التي تخبرنا بالتحديات التي تواجهه، وما هي الأولويات التي يجب أن تكون له طوال مساره 18 سنة في التعليم، وما هي وسائل التعليمية التي يجب التركيز عليها. وأنا متحمسة لأقول لكم أنه أنا هنا من نيوزيلندا وكان هنالك من أوائل الذين حصلوا أو قاموا بإدارة هذه المجتمعات التعلمية في نيوزيلندا، وأنا سعيدة بوجود واحدة من قائدات هذه المجتمعات موجودة معنا هنا. تقدير دور المعلمين، وقد قمنا بتقديم الكثير من حملات التوعية والتقدير لدور المعلمين وحالتهم واحترامهم، وقمنا بتقديم ما نسميه جائزة أوسكار للتعليم في نيوزيلندا، وهي ليلة يتم فيها التكريم على البساط الأحمر للمعلمين المتميزين. لا توجد إجازات أو جوائز فردية، الأمر يتعلق بالعمل التعاوني والجماعي وقيادة والتميز للمعلمين وإشراك المعلمين وأسرهم وأولياء الأمور يحضرون ووزير رئيس الوزراء يحدث ويتم فرش السجاد الأحمر ويتم التجهيز ويحتفل الجميع بالتعليم بصورة عامة وبدور المعلمين وقادة التعليم الذي يلعبونه. لدينا
أيضا تكريم للمتميزين كل سنة، ولدينا مهرجان للتعليم. وأعرف أن معرض إكسبو 2020 في دبي سيكون هنالك معرض أو بعض العروض التقديمية فيه، وقمنا بذلك في نيوزيلندا، وكان لدينا مدارس جاءت وقامت بعرض حالات نجاحها وكانت تستعرض نجاحاتها. بعض المبادرات استفدنا منها واستفادوا من عرض بعض المبادرات التي كانت ناجحة، وتحدثوا عن التحديات والمشكلات التي واجهوها وما هي الحلول التي استخدموها وما هي المبادرات التي صمموها وما الذي أثر بشكل جيد وما هي الدروس التي استفادوها. كانت هذه المهرجانات رائعة، ويأتي أولياء الأمور ويستمعون إلى الطلاب من مدارس مختلفة ويقدرون ذلك الأمر جيدا. ووجدنا أن هنالك المعلمون يقومون بصناديق الإبداع، وفي نيوزيلندا لدينا تحديات مثل أي نظام تعليمي آخر، هو أنه من الصعب جدا أن نقوم بجعل هذه الممارسات ممارسات شائعة. لدينا الكثير من الممارسات، وهذا صندوق الابتكار، هو من معاييره الأساسية هو أن المبادرة يجب أن تكون قادرة على التوسع عبر النظام بالكامل. ولكن مرة أخرى كانت هذه طريقة أخرى لتكريم المعلمين ومخيلاتهم وإبداعهم، وما زالت تحدث حتى الآن. نقدم كذلك برامج تأهيل للمعلمين جديدة، ومجالس المعلمين التي تتكون من المعلمين أنفسهم ليضعوا معايير للمعلمين. المعلمون أكثر قوة في قول ما يعتقدونه كمعايير لأنفسهم ولزملائهم أكثر من أي معلق خارجي، هذا في رأيي. وهكذا تم إنشاء مجالس التعليم، وقمنا بالاستثمار في التطوير وفي هذه الأمور. المعلمون في التعليم يقومون بإحداث الفرق عندما يركزون على التعلم وعلى الطالب، أن يكون الطالب في الوسط وفي المركز وفي المحور من العملية. نوعية التعليم وأثره، وهنا المتعة والشغف والرضا من رؤية الفارق الذي يحدثونه. لكن المعلمين يحتاجون إلى الدعم، ولذلك أقول أن المعلمين يحدثون السحر، ولكنه لا يمكنهم أن يقوموا بكل شيء، ولا يجب أن نتوقع منهم ذلك. ما عرفناه أننا يجب أن نتوقع أنه على مستوى الحكومة لدينا نظام داعم يهيئ الظروف للمعلمين ليقوموا بعملهم بشكل رائع، وأن يكون هنالك مشاركة من مجتمعهم، و أن يكون هناك شراكة ودعم، ومن زملائهم أن يكون هناك تعاون وحماس ومرح. ونتيجة لنظرة عامة على النتائج، تحدثت عما قمنا به وتحدثنا عن كيف قمنا بذلك الأمر وإليه، وهنا يمكننا أن نرى النتائج ونستعرضها. قمنا بزيادة الإنجاز والتحصيل لكل مجموعة سكانية في نيوزيلندا في مدة 5 سنوات. بصورة خاصة هذه المجموعات التي كانت أقل من 50% في عام 2011، كان هنالك أقل واحد من 2 من هؤلاء من أطفال هؤلاء السكان لا يحصلون على أقل قدر من المؤهلات. بحلول عام 2016 كانت النسبة وصلت إلى 73.77%. إذن أحدثنا فارقا، وكنا قادرين على إظهار أن الفارق قد حدث، والدليل مهم جدا. هل ما زالت لدينا تحديات؟ بالطبع نعم، بالتأكيد. وأنا أريكم هنا ترتيبنا في اختبارات بيزا منذ عام 2011 إلى عام 2015. من عام 2012 إلى 2015 أحرزنا تقدما كما ترى، ولكن ذلك ليس كافيا. ما زلنا موجودين، وكل نظام تعليمي يتحسن، إذا لم يتحسن سوف ينحدر. علينا أن نواصل العمل لنقوم بالتحسن من أجل أبنائنا. ولدي هذه من أبناء أخواتي، والتعلم كما نقول هو بذرة للتحسن والتقدم. ومن الأشياء التي قمنا بتطويرها في نيوزيلندا، من الأرقام إلى الأسماء إلى الاحتياجات، يجب أن يكون لدينا البيانات. يجب أن يكون أو نعرف ما هو مستوى التعلم المطلوب في الصف وفي المجتمع وفي المدرسة، ويجب بعد أيضا أن نعرف في صفنا أسماء هؤلاء الصغار بشكل شخصي ومحدد، وما هي احتياجاتهم وكيف يمكن أن نساعدهم. من الأرقام إلى الأسماء إلى الاحتياجات. ولماذا؟ يمثل الطفل قلب الأمر.
شكرا جزيلا. Thank you very much, Your Excellency, for this wonderful journey that you took us. الرحلة الرائعة التي استعرضتيها معنا. حيث أقلعت فينا في رحاب نيوزيلندا والتعليم في نيوزيلندا. قصة ثرية حقيقة يجب علينا الاستفادة منها بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أفتح المجال للأسئلة. أيوة يلا. السلام عليكم. First of all of the ladies here are جميع السيدات هنا فخورات بك كثيرا. شريحة التعليم المجود كتبت عبارة أو كررت عبارة. لحظة شوي. تبدأ من جديد. لحظة شوي. في شريحة التعليم المجود كررت عبارة مرتين في البداية والنهاية، وهي أجزم أنها صنعت الفارق في عواطف جميع المعلمين هنا، وهي شكرا لكم. فباسم الجميع شكرا لك. كان لدي سؤالين. السؤال الأول، من هو الأقدر برأيك على قيادة الآخر، التعليم أم المجتمع؟ حتى رأيت شريحتين يتكرر فيها عقدكم لمنتديات لجميع أطياف المجتمع لدعم التغيير، فأتت الإجابة في الشرائح. السؤال الآخر، كيف يتم اشتغالكم على صناعة عناوين البرامج والمشاريع الداعمة لتغيير التعليم في دولتكم؟ وهل تؤمنين بالعناوين الفجة الضخمة مثل السباق نحو القمة الذي فشل في التعليم الأمريكي؟ أم تؤمنين بالعناوين الملهمة التي تأتي بالقيمة خفية؟ وشكرا. أعتقد أن الأمر يعتمد على الاختيار، والخيار يرجع إلى دولتكم. وفي نيوزيلندا تبنينا ممارسة أخيرة، أن يكون لدينا أسماء ثنائية اللغة لبرامجنا، أو أن نقوم باختيار اسم صالح أو اسم سريع أو اسم منمق للبرامج. وأحيانا يتم نجعل الاسم جذابا بقدر الإمكان. لكن على سبيل المثال، اللوحة التي عرضت فيها ملخص البيانات هذه تسمى باي، بي آي آي، تسمى باي، وهي تعني الأمر الجيد أو المنمق، وهو اختصار لمعلومات التحصيل العام. إذن من الجيد أن يكون لديكم اسم مثلا، ليس أن يكون الاسم ليس استعراضيا بقدر الإمكان، ولكن إذا لم نأتي باختصار الاسم بشكل جيد سيأتي المعلمون باختصار، وربما لا يكون الاختصار الذي نبحث عنه. لذلك نحن نقوم بعمل اختصار يلخص الكلمة، ولكن يجب أن يكون هذا الاختصار أو هذا المسمى مناسبا وجاذبا للمشاركين. Another question. يبيلك تجي هنا بالميكروفون. سم تفضل اسال. السلام عليكم. خليل المالكي، تعليم جده. اولا احنا سعداء بتواجدك معنا. ثانيا، لو اخذنا اربع معايير مهمه في التعليم، اللي هي العائله والطالب او الطلاب والمعلم والانظمه، ما هو ترتيبك لهذه المعايير من الاهم الى الاقل اهميه، مع العلم انها كلها مهمه؟ شكرا. The student is
الطالب هو الأكثر أهمية. الطالب أو الطلاب يحتاجون وهم ويحتاجون نمطا للتعلم، ولذلك سوف أضع التنظيمات في آخر الترتيب، لأن أو النظم في آخر التعليم، لأن وزارة التعليم أو وجهات التعليمية لديها مهام كبيرة جدا ليكونوا مساءلين تجاه العامة وتجاه الحكومة فيما يتعلق بالإنفاق والتقدم المحرز، لكن يمكننا أن نقوم بذلك بطريقة خفيفة اليد أو بطريقة وصفية مسبقة، ولكي في رأيي لكي يشعر المعلمون بأنهم ذو قيمة وأنهم قادرون على القيام بما يريدون أن يقوم به، يجب أن يشعروا بقدر أكبر من الحرية في وأن تكون النظم متيحة لهم ذلك، وأن يجدوا طريقة ليحظوا بالمساءلة وأن تكون المساءلة ممكنة لهم. ولا أعرف، في نيوزيلندا لدينا ممارسة ليست كبيرة في هذا الشأن، ما زلنا نعمل على تحقيق التوازن بين المساءلة في المركز والمرونة في المساحة للمعلمين ليقوم المعلمون بما يحتاجون إلى القيام به. تفضلتي. السلام عليكم وبركاته. رانيا جنبي إدارة التعليم مكة. Good morning. صباح الخير. I like your inspiration today. أنا أعجبت كثيرا بالإلهام الذي قدمتمه لنا اليوم. ألهمتنا كثيرا. هنالك سؤال. She's speaking in English. هل تعتقدين أو هل تعتبرين أن التعليم هو روح وإلهام؟ هو الروح والإلهام الذي يخلق ويشرك طلابنا. هل تعتقدين أن التعليم هو الروح والإلهام التي تشرك أبناءنا أو أطفالنا؟ أعطيني السؤال بالعربي لو سمحتين. هل تعتقدي أن الإلهام والتدريس هو روح إيجابي وإلهام ومصدر إلهام للمعلم، أنه يحتوي الطالب يكون عملية ناجحة، تدريس عملية ناجحة إن توفرت هذه الأشياء كلها في المعلم؟ لا أعرف معنى كلمة احتواء. لا أفهم السؤال، أعتذر، هذه مشكلتي، لكنني أنت تسألين ما إذا كان هنالك أو ما إذا كنت أعتقد أن هنالك طريقة للمعلمين لإلهام الطلاب. نعم بالطبع بالطبع، أعتقد أن العديدون منكم يقومون بذلك الآن في صفوفكم بالفعل، وأعتقد أنه من المهم جدا أن يكون هنالك علاقة ذات احترام متبادل مع الطلاب، فالطلاب يعرفون، نحن كذلك نعرف، نحن جميعنا نعرف إذا كان هنالك شخص ما يحترمنا ويحترم تعلمنا أم لا، ونحن والأمر أنا أعرف أنه يحقق توازن، وأنا أفهم أنه مع وجود عدد كبير من الطلاب في صفوفكم، لكن العلاقة الموجودة يتم تأسيسها، كيف يتم إيجاد منصة للثقة يمكننا من خلالها أنت والطالبة معك أن تعمل معا لدعم تعلمهم وترك أثر كمعلمة. الآن أنا طالبة لك، أنت ألهمتميني كثيرا اليوم، شكرا جزيلا. السلام عليكم. يوم أمس كان عندنا ورشة تتحدث عن جذب أولياء الأمور. علي صوتك شوي. يوم أمس كان لدينا ورشة عمل تتحدث عن جذب أولياء الأمور، وكانت هناك عدة عقبات. من خلال المنتديات اللي كانت بالعرض لقيناكم جذبتوا أولياء الأمور وقادة وعسكريين وقادها دينيين، كيف استطعتم ذلك؟ شكرا. كيف قمنا بالأمر؟ كان ذلك بصورة أساسية من خلال دعوة
كان ذلك من خلال الدعوة فقط، وأيضا من خلال تبني الأمر في البرلمان، وكان أيضا من خلال قمت بدعوة رئيس الوزراء ودعوت وزراء كبار آخرين للحضور هذه المنتديات. لذلك كان له مكانة، وكانت مكانته عالية ومرموقة، ومن خلال الدعوة فقط قمنا بدعوتهم. لم يكن هنالك أي إرغام للناس ليبقوا في المكان، ولكن كما قلت سابقا أول منتديين منهما كان صعبين جدا، واعتمدت كثيرا على أشخاص مناسبين في هذا المنتدى ليلتزموا بما ينجح المنتدى. كانت أول مرة لنا على سبيل المثال يكون هنالك قادة قبليين يجلسون على نفس الطاولة مع صانع القرارات ويقولوا أننا لا نعتقد مثلا أن احتياجات أطفالنا أنتم لا تلبونها، أو أن يكون هنالك رجال أعمال يقولون المدارس نحن متخوفون لأننا لا نحصل على الطلاب ذوي المهارات كذا وكذا والكفاءات المطلوبة، والمدارس تقوم بالرد وتقول مثلا هذه ليست مهمتنا وحدنا، يجب أن نتشارك معكم في جانب الأعمال والتوظيف لنضمن أو نتأكد أننا نجهز أطفال ذوي مهارات مطلوبة. في البداية كان الأمر صعبا، وأحد النجاحات الهامة في الأمر هو أنه لم يكن هنالك إجبار أو إرغام للناس ليبقوا في المكان. كان بعض الناس يقول مثلا سنبقى إذا قمتم بكذا أو كذا، وأقول لهم أنتم أحرار إذا أردتم المغادرة، هذا تحالف وحسب رغبتكم. وبمجرد أن حصلنا على الزخم وعملنا هذه المنتديات بطريقة جيدة كما قلنا سابقا، حيث كان هنالك كبار من المتحدثين يحضرون معنا، وكان لدينا أشياء غير معتادة واستثنائية قمنا بها، وشاركنا الثقة والمعلومات مع هذه المجموعات ورسالتنا، وأظهرنا الاحترام والتقدير لمشاركتهم في التعليم. وعندها أصبحت هذه هي الحالة، أن لدينا أشخاص يأتون إلى مكتبي ليقولوا كيف يمكن أن يكون هنالك منتدى، وكيف يتم دعوتهم ليكونوا في منتدى. لذلك هذا ما قمنا به، قمنا بها وحققناها. تفضلي. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thankful you to give us the opportunity to have this opportunity to listen to you today. But I have a question for you. أحد أحاديثك التي ذكرتيها، وأنت قلت أنك قمت بتعليم بتعليم 56 شخص في الصف، كيف قمت بالتعامل معهم مع توجهاتهم المختلفة؟ فالطلاب مختلفون في مستوياتهم، كيف يمكننا أن نتحكم ونسيطر على ذلك الأمر؟ هي كانت طالبة وليست معلمة. أعتقد أن هذا نفس السؤال الصعب الذي يثار دائما، وكانت لدي نفس الصعوبة في الإجابة عليه، لأنني لست معلمة، لم أكن جيدة بما يكفي لأكون معلمة أعتقد، وكانت أختي وكان والدي كذلك، ولذلك أعتقد أن هذه تحديات تواجهكم جميعا. وغالبا ما أصف في نيوزيلندا أن التعليم مثل طاولة شطرنج ذات ثلاثة أبعاد، لا يوجد حل واحد فقط يحل أو يتغلب على الصعوبات، لكن هنالك نطاق من التدخلات التي يمكن القيام بها. بداية كما قلت لكم الدعم من أولياء الأمور وإرسال أبنائهم للمدرسة مع توقعات أنهم سوف يحترمون ويشاركون ويستمع إليهم من جانب معلميهم، أن يكون لدينا قادة للمدارس ينظمون أحجام الصفوف وفقا للتحديات التي قد تكون موجودة، وأن يكون لدينا فريق من المعلمون من المعلمين لتدريس الطلاب. هذه أيضا إمكانية أخرى، هنالك مصادر أخرى من التدخلات التي يمكن استخدامها. وأقترح أن تثيري هذا السؤال مع مجموعتك، مع المؤثرين من منظمة التعليم للجميع، وأعتقد أنهم سيشاركون معك تدخلاتهم وتجاربهم التي استخدموها، لأن هذا يعتبر تحديا دائما للجميع. وجود صف صغير لا يضمن بالضرورة أنه سيكون سهلا أو ناجحا كذلك. شكرا جزيلا. هناك سؤالان متبقيان لسوء الحظ، هناك أسئلة كثيرة، but time is not enough. أن أشكر النائب وأرجو أن يعطي كلمة بسيطة جدا قبل أن نشكر معالي وزير التعليم السابقة السيدة هيكيا Paratha, thank you very much for the outstanding
speech and answering the question. Ms. Paratam, thank you for answering our questions. Your Excellency, رحب بالزملاء المعلمين والمعلمات وفي نفس الوقت أيضا inspire them. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحقيقة الشكر والتقدير لمعالي الوزيرة على هذه المحاضرة القيمة والرائعة والتي استعرضت فيها الكثير من الخطوط العريضة لمسيرة التعليم في نيوزيلندا وقضية الشراكة مع المجتمع والتطوير الحقيقي والبناء لشخصية المعلم وشخصية الطالب يكون عضوا صالحا نافعا في المجتمع. الحقيقة المحاضرة قيمة جدا، الشكر الحقيقة الجزيل لها على هذه المبادرة وعلى تواجدها في المملكة العربية السعودية ومشاركتها لوزارة التعليم في هذا المنتدى الدولي. الشكر الحقيقي أيضا للإخوان في منظمة الـOCD وعلى رأسهم الدكتور أندرياس وزملائه. الشكر الحقيقي لكم أنتم في تنظيم هذا المنتدى وتنظيم هذا الورش وهذه المجموعات التركيز. الشكر والتقدير للمعلمين والمعلمات الذين يعني تجشموا عناء السفر وشاركوا في هذه التظاهرة المهنية الرائعة التي تنطلق مع بداية هذا العام. أنا أعتقد أنه إجراء وإقامة مثل هذه الفعاليات في بداية هذا العام أنا أعتقد تمثل انطلاقة جادة لعام دراسي إن شاء الله حافل بمزيد من العطاء ومزيد إن شاء الله من الإنتاج والإنجاز. الحقيقة الجميع ساهم وشارك وأعتقد أنه هذا مؤشر كبير على الحراك الذي يعني تشهده وزارة التعليم في صيف هذا العام ومع بداية هذا العام الدراسي. الحقيقة الجميع متفائل بهذا المنتدى، متفائل بهذه الورش وبالأفكار التي تطرح بالتجارب التي تستعرض. أنا أعتقد أنه هذا سيكون في إضافة مهنية رائعة لزملائنا المتواجدين، وكذلك كما تفضلت أنت دكتور بالأمس أنه قد يساهم نشر الكثير من هذه المحاضرات والكثير من هذه الأوراق أيضا لدى المعلمين على مواقع الوزارة. أنا أعتقد سيكون في إضافة أيضا وفرصة للزملاء الذين لم يعني يساعفهم أو يحالفهم الحظ في المشاركة، لكنني أعتقد أن الفكرة رائعة والتجربة ثرية. وأنا يعني باسم زملائي المعلمين والمعلمات ومنسوب الوزارة ومع الوزير نقدم جزيل الشكر لكل الذين شاركوا من الخبراء الدوليين من مختلف دول العالم، كذلك الزملاء المعلمين الدوليين الذين أيضا أتوا من دول مختلفة كثيرة ليشاركونا في هذا الحوار وفي هذا النقاش الذي نتمنى إن شاء الله أن يكون ثريا ومفيدا وينعكس على خبرات وأداء معلمين ومعلماتنا في أدائهم المهني في المدارس. فشكر للجميع والسلام عليكم. شكرا معالي النائب، شكرا للزملاء الحضور، شكرا للمعلمين والمعلمات، شكرا OECD، شكرا Teach for All. والآن يبدأ فترة راحة ثم إن شاء الله نبدأ في ورش العمل ومجموعات التركيز. Thank you very much. That was really wonderful.